وابدا معك استاذ طارق. فقط اريد ان تنوي انه اسم الامين العام للاتحاد نور الدين طبوبي وليس امين كما اشرت في مقدمه التقرير. عن هذه التصريحات اللي صدرت اليوم استاذ طارق، يعني في اي اطار يمكن وضعها؟ وهل يمكن القول انه احرقت كل جسور التواصل مع قصر قرطاج؟ مساء الخير، تحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين. لا، في اعتقادي العكس هو صحيح. يعني خطاب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم هو خطاب يحث 25 جويلية، يحث الأمر الذي حصل، إجراءات 25 جويلية، مسار تصحيح 25 جويلية، يعتبر أن ما حصل على المستوى والصعيد السياسي إيجابي جدا من حيث حل الأزمة، لكن هذا لا يكفي. الاتحاد يعلم الوضع في تونس، يعلم تفاصيل البلاد، يعلم أن الارتدادات ممكنة، يعلم أن الرئيس قيس سعيد لديه اليوم الآن وليس غدا فرصة كبرى في السيطرة على الوضع وفي قيادة تونس. ربما يكون التلك والتعثر وعدم يعني إعلان حكومة أو إعلان حكومة في اللحظات الأخيرة وجعل هذه الحكومة غير قادرة على إنجاز مهامها بالنجاعة اللازمة، كلها نقاط قد تعطي يعني فرصة للمناهضين يعني حراك أو حركة 25 جويلية ومسار التصحيح السياسي للارتداد والعودة. لذلك فإنه ينبه من منطلق معرفته بتفاصيل هذه البلاد، يعرف أن الحديد يطرق وهو ساخن، ولذلك يدعو إلى حكومة تحل الأزمة السياسية، تحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، على أن يتم بالتوافق معها تفكيك منظومة فاسدة لنظام سياسي وانتخابي لابد من النقاش حوله من أجل تفكيكه، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل دأب على اعتبار هذه المنظومة سبب الداء وسبب إنتاج هذا المشهد السياسي المتعفن. فالاتحاد إذا من خلال تصريحات الرفيق الأمين العام نور الدين الطبوبي واضح جدا، هو ما زال مساندا ل 25 جويلة للرئيس قيس سعيد، ولكنه يعتبر أن البطء قد تكون له نتائج كارثية، لا يجب أن نصل إلى تلك المرحلة. هذا في قراءة أولى يعني لما صرح به الرفيق الأمين العام على امتداد الأيام الفارطة، يعني 6 أو 7 أيام، خرج بعدة تصريحات في هذا الشأن. الأمر يعني هنالك قوى سياسية أخرى تضع نفسها على ذمة الرئيس، على الرئيس الآن أن يتحرك في اتجاه في تقديري حسب يعني موقف الاتحاد، على الرئيس أن يتحرك في اتجاه رسم الخارطة السياسية. طبعا البرنامج المجتمعي العميق الذي يرمو إليه رئيس الجمهورية هذا لا يمكن أن يحل بإجراءات. الدولة في هذا الضعف، بهذا الإنهاك، لن تكون قاطرة لمشروع مجتمعي جديد، ولذلك فعليها أولا إصلاح نفسها، إرساء أسس اقتصادية واجتماعية جديدة، ثم سنتحدث بعد ذلك عن مشروع مجتمعي للرئيس الحق في أن يدلي بدلوه في هذا الشأن.